جونيور فايف، هنتكلم النهارده او هنراجع عن معادن ومصادر الطاقه وتنميتها. بالنسبه للمعادن اللي موجوده عندي على الخريطه، انا بستخرج الحديد من منطقه اسمها الواحات البحريه بالصحراء الغربيه. يبقى احنا اتكلمنا عن الحديد وقلنا ان الحديد بيستخرج من الواحات البحريه بالصحراء الغربيه. اتكلمنا عن الذهب وقلنا ان الذهب بيستخرج من منجم السكري. الذهب بيستخرج من جبال البحر الاحمر وبيستخرج من منجم السكري. المنجنيز عندي بستخرجه من ام بجمه بشبه جزيره سيناء، في جنوب شبه جزيره سيناء. يبقى قال لي بستخرج المنجنيز من ام بجمه في شبه جزيره سيناء. يبقى المنجنيز بيستخرج من شبه جزيره سيناء من منطقه اسمها ام بجمه. خلي بالنا لما يقول لي منطقه لاستخراج المنجنيز لازم اكتب ام بجمه. طب انا بستخرج الفحم من جبل اسمه جبل المغاره في شمال سيناء. جبل المغاره بستخرج منه فحم. قال لي البترول كان بيستخرج من خليج السويس والمنطقه المحيطه به. يبقى احنا قلنا نستخرج البترول من خليج السويس والمنطقه المحيطه به، واشهر الحقول اللي عنده كان حقل مورجان. طب وقلنا ان البترول كمان بيستخرج من شمال الصحراء الغربيه. يبقى اما يجيب لي هنا في مفتاح الخريطه البترول بيستخرج من خليج السويس والمنطقه المحيطه به وشمال الصحراء الغربيه. بالنسبه للغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي بيستخرج من حقل، اهم حقول انتاج الغاز الطبيعي اسمه حقل ابو ماضي. ابو ماضي في شمال الدلتا. بالنسبه للغاز الطبيعي اللي بيكون يا اما مصاحب للبترول يا اما بياتي في حقول مستقله لوحده. اهم الحقول اللي بتنتج غاز طبيعي اسمه حقل ابو ماضي. طب قال لي لما نيجي نتكلم بعد كده على الخريطه هنا بيقول لي رقم واحد منطقه لاستخراج الذهب. حضرتك عارف بستخرج الذهب من منجم السكري بالصحراء الشرقيه. يستخرج الفحم، الفحم بستخرجه من جبل المغاره في شمال سيناء. بستخرج الحديد قلنا من الواحات البحريه بالصحراء الغربية. الفوسفات بستخرجه من منطقة اسمها أبو طرطور. هضبة أبو طرطور دي موجودة في الوادي الجديد بالصحراء الغربية. بستخرج الفوسفات من هضبة أبو طرطور بالوادي الجديد بالصحراء الغربية. المنجنيز بستخرجه من أم بجمة بشبه جزيرة سيناء. اهم حقول الغاز الطبيعي عندي حقل ابو ماضي. خلي بالنا هنا ثواني، قال لي دلوقتي احنا قلنا اهم حقول انتاج الغاز الطبيعي حقل ابو ماضي، وقلنا ان الغاز الطبيعي يا اما بياتي مصاحبا للبترول يا اما في حقول مستقله. لما يقول لي اهم منطقه، طالما قال لي منطقه بتنتج غاز طبيعي هي البحر المتوسط. البحر المتوسط ده انتاجه من الغاز الطبيعي 56%. اي عندك الصحراء الغربيه بتنتج 21% من الغاز الطبيعي. يبقى الصحراء الغربيه بتنتج 21% من الغاز الطبيعي. عندي 14% من مناطق مختلفه، وعندي خليج السويس بينتج من الغاز الطبيعي 8% في خليج السويس. اقل منطقه بتديني غاز طبيعي هي شبه جزيره سيناء. يبقى اكبر مكان او اكبر المناطق انتاجا للغاز الطبيعي البحر المتوسط، اقل المناطق هي ايه؟ سيناء. سيناء انتاجها من الغاز الطبيعي 1%. خلي بالنا لو جاب لي سؤال وقال لي اكمل وقال لي هنا أكبر المناطق، طالما قال لحضرتك منطقة يبقى هكتب له أكبر المناطق لإنتاج الغاز الطبيعي مين؟ البحر المتوسط. لو قال لي أصغر المناطق أو أقل المناطق إنتاجا للغاز الطبيعي هقول له عندي سيناء.
طيب زي ما اتكلمنا عن المعادن ومصادر الطاقه على الخريطه، عايزين نعرف سؤال. اكتب ما تشير اليه العباره. قلنا ده عباره عن فزوره بيديني كلام كتير عشان اكتب كلمه او كلمتين. بيقول لي فكر كده، مين هي اللي ماده طبيعيه صلبه بتستخرج من باطن الارض؟ قلنا قد تكون قريبه او بعيده عن سطح الارض، دي المعادن. زي ما احنا كنا بنقول المعادن هي ايه؟ ماده طبيعيه صلبه تستخرج من باطن الارض، قلنا قد تكون قريبة او بعيدة عن سطح الارض. السؤال اللي بعديه، هنا اكتب متشيل العبارات، عايزني افكر. سماد بتعتمد عليه الزراعة في مصر، السماد اللي الزراعة بتعتمد عليه ده اسمه السوبر فوسفات، اللي بينتجوا معدن الفوسفات من مصنع ابو زعبل. كل ما ينتج عن احتراق الوقود بحرارة الشمس وقوة الرياح، دي الطاقة. قلنا الطاقة هي كل ما ينتج عن احتراق الوقود وحرارة الشمس، قوة الرياح، حركة الأمواج وتساقط المياه. في نوعين من الطاقة، في طاقة متجددة وطاقة غير متجددة. الطاقة الغير متجددة دي طاقة بتنفذ، يعني بتخلص باستهلاك الإنسان لها ولا يمكن تعويضها. يبقى الطاقة التي تنفذ، طالما قال لي طاقة بتنفذ يعني بتخلص، دي اسمها الطاقة الغير متجددة، لا يمكن تعويضها، زي البترول والفحم والغاز الطبيعي. هي الطاقة التي لا تنفذ، طاقة مش بتخلص من كتر استهلاك الإنسان ليها، دي الطاقة المتجددة. الكهرباء المولدة من احتراق البترول والفحم والغاز الطبيعي دي اسمها كهرباء حرارية. الكهرباء الحرارية دي علينا معلومة إسرائيلية، بس من أهمية الاقتصادية للغاز الطبيعي إن هو بيولد كهرباء حرارية، فكان لازم نعرف إن الكهرباء الحرارية دي بتولد من احتراق البترول والفحم والغاز الطبيعي، يبقى دي اسمها الكهرباء الحرارية. الكهرباء المائية المولدة من السدود والقناطر والخزانات دي اسمها الكهرومائية. يبقى عندك نوعين من الكهرباء، كهرباء حرارية وكهرومائية. خلي بالك إن الكهرباء الحرارية دي ضمن مصادر الطاقة الغير متجددة، لأن اللي بينتجها بترول فحم غاز طبيعي وده غير متجدد. الكهرومائية بتعتبر طاقة متجددة لأنها بتولد من السدود والقناطر والخزائن. إيه العلاقة ما بين الفوسفات والزراعة؟ قال الفوسفات بينتج في مصنع أبو زعبل سماد السوبر فوسفات. السماد ده بتعتمد عليه الزراعة في مصر. يبقى العلاقة ما بين الفوسفات والزراعة هقول له بينتج مصنع أبو زعبل السوبر فوسفات الذي تعتمد عليه الزراعة في مصر.